باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وإشراف جناب الأب الورع القمص سمعان إبراهيم كاهن كنيسة القديس سمعان الخراز بجبل المقطم تقدم قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم. قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. أحبائي الأفاضل، سؤال أتمنى كل واحد منكم يسأله لنفسه ويشوف إجابة السؤال هتكون أيوة ولا لا. السؤال يا حبايبي هو: هل إيماني برب المجد يسوع وبكنيسته القبطية الأرثوذكسية إيمان كامل ثابت قوي لا يتزعزع لا يخاف ولا ينكر ولا تراجع؟ صدقوني إن كانت الإجابة هتكون أيوة، أؤمن بالرب يسوع المسيح وبكنيسته القبطية الأرثوذكسية إيمان كامل ثابت قوي وبنفذ كل وصاياه وتعاليمه، أنا أقدر بإيماني أتغلب على كل صعاب الحياة ومحاربات الشيطان، وأقدر أنال الغلبة والانتصار بقوة إيماني. ده أنا كمان بإيماني الثابت وبالمسيح يقدر يخليني أنقل الجبل من مكانه. أيوة، يتنقل الجبل من مكانه. ما أنتوا عارفين يا حبايبي، مش رب المجد قال في إنجيل متى إصحاح 17 آية 20: الحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. يسوع المسيح إلهنا هو اللي قال كده، وإحنا المؤمنين باسمه مصدقين وعده. والمسيح يا حبيبي يستطيع بإيماني فيه أن ينقل الجبل من مكانه. أيوة، ينقل الجبل من مكانه بإيماننا الثابت القوي في المسيح. وما تستغربوش يا حبيبي، لأن ده حصل فعلا، حصل في أهم حدث في تاريخ العصور الوسطى لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية في القاهرة حوالي سنة 979 ميلادية، يوم ما تم نقل جبل المقطم في أكبر المعجزات اللي حصلت على الأرض. جبل المقطم اتنقل يا حبيبي بواسطة راجل فقير كان بيحب يقرأ كلمة ربنا ويعيشها. الراجل ده بقوة إيمانه وعمق محبته للإله القدوس رب المجد المسيح مخلصنا وإيمانه الثابت بكنيسة المسيح القبطية الأرثوذكسية اتنقل الجبل من مكانه. ازاي؟ نشوف ونرجع لقاهرة المعز لدين الله الفاطمي في القرن العاشر لميلاد رب المجد يسوع المسيح. صباح الخير. سلام يا اخي سمعان. السلام والنعمة يا ست بيئة. انا جايب معايا قربة المية بتاعت كل يوم.
اسمحي لي ادخل افلخها في الزير. اتفضل يا اخي سمعان. هو عم يسطس لسه راقد برضه؟ صدقني لسه يا اخي سمعان، المرض زاد عليه وجسمه اعتل ومش قادر هينزل من على سريره الا للضروره. ربنا يخليهولك ويديله الصحه، ده راجل طيب وبركه كبيره. انت اللي بركه يا اخي سمعان، ربنا يديك القوه قد اللي بتعمله من خير مع كل شعب المسيح، وخصوصا كبار السن اللي زيي انا وجوزي المريض يوستوس. مش عارفه لولا محبتك كنا هنحصل على الميه ازاي. انا خادم خاطي بكفر عن خطايا يا ست ليا، يا ريت الهي وحبيبي يسوع يقبل خدمتي وتوبتي. لو سمحتي ارفعي غطا الزير عشان افرغ علبه الميه. حاضر اتفضل. خلصت نقل الميه ولا لسه في بيوت تانيه؟ لسه بيت عم اشقايا، انقل لهم قربه الميه والحق افتح دكاني. ربنا يعوض تعب محبتك. ابراهام ابن زرعه، وده مين يا وزير جعفر؟ ابراهام ابن زرعه من بلاد المشرق يا مولاي الخليفه المعز لدين الله، سورياني الجنسيه، من نصارى المشرق المشهود ليهم بالطيبة والتقوى، ومن الأثرياء، ويعتبر واحد من أكبر التجار في مصر. أحب أشوفه يا جعفر. هيحصل يا مولاي، أنا بس حبيت أخد إذنكم وموافقتكم. الوزير جعفر. الوزير جعفر شغال ما بيونش، عمال يجلب المولانا المعز لدين الله أشكال وأجناس. مش كفاية علينا أقباط نصر بتجيب لمولانا الخليفة نصارى من المشرق؟ مش بعيد تستورد لنا المسيحيين. ايوه مش بعيد تستوردهم لنا من روما كمان. يا يعقوب يا ابن يوسف يا ابن كلس، برضو مصر انك تظهر عداوتك وعداوة جنسك اليهودي لأتباع ديانة السيد المسيح؟ اشمعنى انت لما جبت المجلسي بلدياتك وصديقك موسى؟ انا ما اعترضتش ولا حد من جلساء المسيحيين اعترض عليه. عموما أنا بحب مدعباتك وقفشاتك يا ابني يا ابن كنس. ربنا يخلي مولانا الخليفة المعز لدين الله الفاطمي باني ومؤسس القاهرة عام 969 من ميلاد السيد المسيح. قولها ولا مش عايز تنطق يا مولاي؟ خلينا في المهم. أنا عاوز أقول إن مجلسكم يا مولانا بيجمع أفضل رجال الدين والعلم والشعراء والأدباء، واحنا ما نعرفش اذا كان ابراهام ابن زرع يا يعقوب ابن كله محصل بعضه يا جعفر. بس الحقيقه احنا ما نعرفش عنه معلومات كتيره، وانا اخاف. تخاف ان عينه وزير واستغنى عنك وتحاربه زي ما بتحارب المسيح الفاضل قزمان ابن مينا الشهير بابليون، اللي من يوم ما دخل مجلسي وانت خايف اعين وزير. يا مولاي اهدى وهد اللعب يا يعقوب ابن كلس، وخف حركاتك اللي بتظهر فيها كرهك للنصارى، واعرف كويس ان المناظرات والمناقشات اللي في مجلسي هتضم دايما المسلم مع المسيحي مع اليهودي يا ابن كلس. امر مولاي الخليفة المعز يقشر، وكل يهود مصر بس، كل يهود العالم ينفذوا اوامر مولاي الخليفة. ما قلتليش يا جعفر، اخواننا المسيحيين اختاروا البابا الجديد ولا لسه؟ النهارده مجمع الأساقفة هيجتمعوا في كنيسة أبو سرجة. يا مولاي أنا رأيي إن جنابكم تتدخل يعقوب اسكت خالص. أهو كتمت يا مولاي. يا أبائي وإخوتي، قرر مجمع الأساقفة لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية إنه يدعي جميع الآباء الأساقفة والأرخنة عشان نجتمع هنا في كنيسة أبو سرجة نتباحث في أحوال كنيستنا. شعب المسيح أصيب بفطور روحي كبير. تمام يا أمبادوماديوس، ابتدى يسيطر على شعب الكنيسة في مصر شعور إنهم هينتصروا في حياتهم العلمانية بعيد عن الرب يسوع اللي بتستمد منه البشرية المؤمنة باسمه كل المعونة والرجاء. والآية من رسالة يعقوب إصحاح 1 بتقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة
هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. يا أنبا بمر، يا أبائي الأسقفة، إحنا مسؤولين عن الكنيسة وشعب الكنيسة، ومش هنقف مكتوف الأيدي قدام الحالة اللي وصلت ليها الكنيسة. بقالنا سنتين دلوقتي بعد نياحة الأنبا مينا الثاني البابا 61 على كرسي ماري مرقس الرسول اللي تنيح سنة 973 ميلاديا، واحنا دلوقتي سنة 975 وكرسي ماري مرقس خالي وينتظر البابا 62 ليقود كنيسة المسيح في الظروف الروحية الصعبة اللي احنا بنعيشها، وده رغم ان الكنيسة بتعيش فترة حب وتسامح بسبب عدالة وحسن معاملة المعز لدين الله الفاطمي لشعب المسيح في مصر. يعني رأي نيافتك ايه يا أنبا ساويرس؟ اقترح ان احنا نقيم قداس الهي هنا في كنيسة ابو سرجة الاسبوع اللي جاي، والرب القادر حيلهمنا حسن الاختيار لمن يعتلي السدة المرقصية. زي ما سمعنا يا حبايبي، المعز لدين الله الفاطمي أول خلفاء الدولة الفاطمية في مصر كان بيعامل كل شعب مصر بطوائفه التلاتة اليهود والمسيحيين والمسلمين معاملة حسنة وبدون أي تفرقة. وكلنا عارفين يا حبايبي إن بعد ما تنيح البابا مينا الثاني البابا 61 لكرسي ماري مرقس استمرت الكنيسة سنتين كاملتين بدون بابا على كرسي ماري مرقس. ونشوف يا حبيبي مين اللي هتختاره العناية الإلهية ليصبح البابا 62 لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية، واللي هيكون خادم للجميع من أجل مجد اسم الله مقتضيا بالرب الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. يا مرخس يا ابني، الشوال مخروم والقمح بيسترسل منه، يعني ميزان المكتوب عليه لازم يكون قال له نقص. انا بطلب منك تعيد ميزان عشان قلبي يطمن وضميرك يرتاح. هو انت يا اخ زكريا لازم كل مرة ترازي فينا؟ شوية الحبوب كلها موزونة وميزانها مكتوب على كل شوال، وإن كان على ضميري أنا ضميري مرتاح. عجبك تاخد الشوال بالوزن المكتوب عليه تورد 4 دينار وتشيل، مش عجبك شوف لك مخزن حبوب تاني يا أخي. يعني يا ابني أخذ الشوال ناقص؟ ده النص دينار اللي بكسبه من بيع الشوال ده بجيب بيه لقمة العيش اللي يدوب تكفي ولادي وأمهم. ربنا هو اللي عالم بالديون اللي علي، يعني مش ناقصة. ما توجعش دماغي بقى وشوف مصلحتك. هو فين المقدس إبراهام؟ عم مخييل اللي كان بيشتغل قبلك وافتكر ربنا كانت معاملته معانا. يوه مش هتبطل كلامك الفاضي وتشوف مصلحتك؟ هتقول عم مخييل والمقدس ابراهام؟ هو يعني المقدس ابراهام حق ملخص؟ سلام يا اخ زكريا. المقدس ابراهام ابن زرعه، السلام والنعم عليك يا راجل يا طيب الاخ ملخص. انا سمعت كل حاجه يا اخ زكريا. بقى يا ملخص المره اللي فاتت سامحتك، فهمتك ان احنا خدام للناس دول بالمعروف والكلمة الطيبة. اصل ايه يا ابني الشوال المخروم ده؟ لو نقص ميزانه حباية قمح واحدة تحملني ذنب الراجل الطيب اللي بيلاقي من وراها رزق ولاده. انا فهمتك ان الامانة اهم عندي من كنوز الدنيا. الراجل الطيب زكريا بيحاول يصحي ضميرك وانت عمال تجرح ضميره بكلامك البطال وناس اللي قالوا معلمنا بولس الرسول، وهكذا استخطئون الى الاخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون الى المسيح. يا مقدس ابراهام سامحني يا اخ زكريا، حالا هخليهم يطلعوا لك من المخزن شوال قمح فوق الشوال المخروم، وهتاخذ الاثنين بسعر شوال واحد. وانت يا ملخص يظهر انك مصر على خطاياك، تاخد يا ابني حسابك وربنا يسهل لك طريقك في مكان عمل تاني. يا عم ابراهام ولا كلمه، خش يا ابني خد حسابك وربنا يسامحني ويسامحك.
منك لله يا زكريا، منك لله يا زكريا، قطعت هجري. وانت يا عم زكريا لو سمحت خد كيس الدنانير ده وسدد ديونك. ايوه بس احنا اخوات وده خير ربنا، ما تنكسفش من اخوك الخاطي ابراهام ابن زرع. خد يا حبيبي وكل اللي تحتاج له تيجي تاخده من خير ربنا. سلام يا عم ابراهام. سلام يا جرجس. استنى عاوزك قبل ما تخش تشوف شغلك في المخزن. اسمح لي امشي يا مهندس ابراهام، هحمل الزكتين على الركوبه واتكل على الله، ربنا يعوضك كل خير. سلام. مع السلامه يا اخو زكريا، رب المجد يبارك حياتك. ها يا جرجس خلصت المشوار اللي كلفتك بيه؟ ايوه يا عم ابراهام، وانا راجع بعد ما جبت الخمسين دينار وهم ودول حساب الشعير، سالت عن الست ارمله المرحوم عم بولس، ساب لها بعد ما تنيح ثلاث ولاد اكبرهم عنده 4 سنين، ما عندهاش ولا فلس تصرف منه، وكل اللي بتقدر تقدمه لولادها عشان تسد جوعهم انها تسلق لهم البصل في ميه بملح وعيش ناشف. يا خطيتك يا ابراهام، انا اللي عايش وحيد لا زوجه ولا اولاد، بنام شبعان متدفي على فرش لين، وكتير من اخوه الرب زي ارمله المرحوم بولس مش لاقيين الاكل الضروري لحياتهم ولا الغطم البرد. يا خطيتي اسمع يا جرجس، تاخد الخمسين دينار فلوس الشعير اللي معاك، تروح تشتري قماش وغطا واكل من افخر الانواع، وتوديهم لاخت الرب ام الاولاد اليتامى، وتديهم كيس الدنانير دي كمان، وربنا يسامحنا ويغفر خطيتي. رب المجد قال في انجيل متى اصحاح 25، بما انكم فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبه فعلتم. يا سمعان، سير الصندل اتقطع وانا ماشي عند الحصن، واتكعبلت ووقعت وانجرحت في رجلي، قلت مفيش غير سمعان الاسكافي هو اللي هيصلحولي، فجيت لك عشان تخيط لي السير، وكويس اني لقيتك فاتح. خد يا سمعان الصندل اهو. طيب حطيه عنك وعلى فكره ممكن تاخدي الصندل ده تلبسيه وتروحي، بعد الظهر تبعتي تاخدي الصندل بتاعك. ليه؟ هو انت مش عايزني اقعد معاك ولا ايه؟ ده انا حتى فاضية وما ورايش حاجة، وقلت هي فرصة نقعد وندردش. ايوه بس انا مش فاضية يا ستي، اصلح النعلين اللي في ايدي دول وبعدين اصلح صندلك. ما تفضلي بقى شوية يا سمعان يا اخي، خد بالك من نفسك حبتين، ولا انت مش عارف قيمة نفسك. نفسي انا عارفها كويس، انا اخطأ انسان ومحتاج لمغفرة ربي، وياريت يقبلني بخطيتي. ما تقولش كده، ده انا حتى بسمع كتير عن اعمال الخير اللي انت بتعملها يا سمعان، تبقى ازاي بقى انسان خاطي؟ وبصراحة بقى انت عاجبني قوي يا سمعان. يا ست انا هسيب اللي في ايدي وهصلح سير صندلك، اتفضلي عودي وما تتكلميش عشان اصلحهولك وتتفضلي الحل سبيلك. حاضر، اديني قعدت. رجلي بتوجعني من الوقعة. بص يا سمعان، شوف رجلي محمرة ازاي، بص شوف رجلي. يا خالتي يا سمعان، يا اخطر خطار، انا بصيت ليه يا رب؟ انت قلت كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فان كانت عينك اليمنى تؤثرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وزينا يا ساتر يا رب، إيه اللي أنت عملته ده؟ تقلع عينك بالمغراس اللي في إيدك. يا ساتر يا رب، الحقوا يا ناس، الحقوا عين سمعان الإسكافي على أحد المغراس، وشه اتغرق دم. ودلوقتي بعد ما صلينا قداس الأحد النهاردة في كنيسة أبو سرجة في شهر طوبة 687 للشهداء، يناير 975 لميلاد رب المجد الفادي يسوع المسيح، نطلب من ملك الملوك ورب الأرباب الثالوث المقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد،
نحن مجمع أساقفة وأراخنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نطلب أن تحل بركة قدسه القدوس علينا ويختار لنا الراعي الصالح اللي يرعى الكنيسة وشعب المسيح المؤمن. شايف يا سيدنا الأنبا ساويروس؟ شايف الشيخ الوقور اللي دخل الكنيسة وراح هناك قدام صورة العذراء أم النور؟ أيوة شايفه بيولع شمعة قدام صورة العذراء، ده باين عليه راجل مبروك. شايف نور النعمة الإلهي اللي بيسطع من وشه؟ ما يفكرش إن يفتك بمزمور داود النبي مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه. هو ده قصدي نيافتك، هو ده الاختيار الإلهي. استنوا هو ده فعلا الاختيار الإلهي يا رجل يا طيب يا سيدنا. إلى الأبد آمين. نعم نيافتك بتكلمني؟ أخطيت حللني، قطعت صلاتك قدام صورة أم الإله. أنت مين؟ أنا الخاطي إبراهيم ابن زرع. تعبت نفسك ليه بس يا عم يوسطس؟ أنت عيان، إزاي تسيب سريرك أنت والخلاليقة وتيجي لحد بيتي؟ أنا الإنسان الخاطي البطال. ده أنت بركة كبيرة يا سمعان يا أخويا. إحنا لما سمعنا باللي حصل لك وإنك قفلت دكانك قلنا لازم نيجي نطمن عليك. من يوم يا عم يوسطس وأنا قافل بابي صايم عن الأكل، بصلي لإله القدوس رب يسوع المسيح إني سامع عبد الخاطي سمعان ويغفر للعين الخاطية زلتها. تفتكر هيسامحني ويقبلني لصدره الحنون؟ يا سمعان المسيح إله حنون فاتح قلبه وصدره لكل أبنائه المؤمنين، ومش ممكن يسيب حد من أولاده ويتوه عن طريقه يجري ويدور عليه ويرده لحظيرته تاني. مش هو اللي قال في إنجيل لوقا أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها ألا يترك 99 في البرية ويذهب للضال حتى يجده؟ وبرضو رب المجد قال في نفس الإصحاح أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. وبعدين أنت نفذت وصية الرب وقلعت عينك، واللي لازم تعرفه يا سمعان إن ربنا يسوع بيحبك لأنك بتعمل كل عمل صالح يرضيه، بتصلي دايما وتصوم وتحضر القداسات وتتناول دايما وبتقوم من نومك بدري وتشيل قربة المية والناس كلها دايما تصحيهم وتملى لهم ازيار المية، خصوصا المرضى والعجايز اللي زي حالتنا، وبترفض تاخد اي اجر عن عملك الصالح ده، وبعدين بتروح تفتح دكان. انا حافل الدكان، هشتغل دباخ في مصنع لدباغة الجلود. بس انت يا عم يوسطس صلي ضعفي وخطيتي انت وخالت ليقة، صلوني من فضلكم، صلوني انا الخاطئ، سامحني يا رب، سامحني يا حبيبي يسوع، سامحني يا رب. شفتوا يا حبيبي قد ايه الراجل ده كان قديس وبار منفذ لكل وصايا الرب اللي قال إن أعترضك عينك فاطلعها، خير لك أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار. نفذ حبيبنا القديس سمعان الخراز وصايا الرب، نفذها وهو مدرك تمام الإدراك لقول الحبيب الفادي من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. والخراز يا حبيبي وده أحد ألقابه لأنه كان بيلقب بسمعان الدباغ وسمعان الخراز وسمعان الإسكافي،
نفذ بإخلاص كامل وصايا الله. سمعان الخادم المتواضع رجل الفضائل كان بسيط وأكله بسيط، يدوب يسد جوعه، منكر ذاته، شديد التقرب من الله بالصلاة والتسبيحة والصوم والتناول من الأسرار المقدسة. وعشان كل ده كان رب المجد بيعده لصنع معجزة من أكبر المعجزات اللي صنعها الرب يسوع على يد أحد قديسيه. وبعد أن اختار الإله القدوس راعي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو الأنبا إبراهام بن زرع السورياني اللي خلال 4 سنوات تقريبا على اختياره بطرك جمعته المودة والمحبة بخليفة مصر المعز. والمسيحيين طول عمرهم بيحبوا مصر، أصلهم وحياتهم مصر، وزي ما قال قداسة البابا إن مصر ليست وطنا نعيش فيه بل هي وطن يحيا فينا. وطبعا اختيار الرب للأنبا إبراهام ما عجبش ابن كلس اللي عين وزير لجبيت الضرائب في وزارة المعز. اسمع يا موسى، انت عارف طبعا اني شديد التعصب ليهوديتي، وكل اللي بعمله ده عشان في النهاية انتصر للشعب بني اسرائيل، شعب الله الموعود. انا صحيح اعتنقت الاسلام، لكن انت عارف يا موسى كل مصالح، وده مبدئي في الحياة، مصالح، عيش للمصالح، مصلحتي فوق كل المصالح، اعمل علشانها كل ما هو صالح لمصالحي انا بس. ولا ايه رأيك؟ كلامك كله للصالح يا يعقوب يا صالح، يا راجل المصالح يا صالح. ومش من مصلحتنا ولا من مصلحتي ولا لي في الصالح الا شيء واحد، ان المعز لدين الله اصبح صديق للانبا ابن زرعة بطرك النصارى، فلازم نفكر في مهموس يطلع من نفوخ ابن زرعة، وفي نفس الوقت نشعل النار الحقد والكراهية في قلب المعز ضد النصارى ونقلبه عليهم. مش ده برضو الصالح يا موسى؟ صميم الصالح يا ابن كلس، يا صالح يا بتاع المصالح. عشان كده انا عاوزك تنقب وتفحص وتمحص في كتب النصارى كلها وتطلع لي الشوكة اللي اغرزها في ظهر ابن زرعة، وخلي النصارى في مصر يضيعوا في شربة مية. مية ايه؟ يضيعوا في شربة سم، سم زعاف قاتل يمحي كل من قال انا مسيحي. عليها يا صديق الطيب يا صالح، بس امهلني كام شهر. كام ايه؟ كام شهر؟ قول كام يوم؟ كام ساعة؟ انا مش عاوز الاسبوع اللي احنا فيه ده ينتهي قبل ما تجيب لي الشوكة ونغرزها في ظهرهم ونمحي اسمهم من تاريخ مصر، من القاهرة، قاهرة المعز. يا صالح شيليني غطازين يا أكينة يا بنتي علشان أفرغ المية. اتفضل اتفضل يا حبيب المسيح. أنا حبيب المسيح، يا ريت تصلي لي علشان يا أكينة. أنا أصلي لك؟ يا ريت يا ريت أوصل حتى الربع صلاحك وتقواك. ده أنت بالتواضع والمحبة اللي مليين قلبك تخدم كل أبناء المسيح، وكل شعب القاهرة بيحبوك وبيحكوا عن زهدك وإيمانك. كده أنت هتزعليني منك، ولو إني ما أقدرش أزعل. لما تحبي تتكلمي عني احكي عن عثرتي عن خطيتي.
المهم والدك عم اندراوس صحي؟ ايوه يا حبيبي المسيح انا صحيت سلام. ربنا يعوضك عن تعب محبتك بالخير. مش قادر اقولك كفاياك خدمة لينا، انت تعبت خالص، لاني عارف زي ما كل مريض وعاجز عارف انك بتقدم خدمتك ثمرة جيدة يعرفك بيها كل مؤمن، لان السيد المسيح قال كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وقال برضو فإذا من ثمارهم تعرفونه. وانت يا عم سمعان كل ثمارك. يا خطيئتي استنى يا سمعان. استنى يا سمعان، الراجل اخد قربة المية وجري. ربنا يباركك يا سمعان، ما بيحبش حد يمدح. ربنا يباركك. السلام أبدأ بيه الكلام على كل الجالسين في حضرة رب الإنعام المعز لدين الله الخليفة الهمام. انت هتقول شعر يا ابن كلس؟ ما تنساش ان الجالسين في مجلسي دلوقتي فيهم شعر، يمكن ما يعجبهمش شعر. يا مولانا الخليفة، انا نقطة في محيط شعرك ومشاعرك وشاعريتك الجميلة. احنا كلنا يا مولانا بنتعلم من حكمتك وعلمك العزيز الغزير. انت بحر يا مولانا الخليفة، بحر فياض بيفيض ويفيض لحد ما تغرقنا معاك. لغاية ما تغرقنا معاك في بحر مجاملاتك ومدهناتك. ارحمنا يا يعقوب يا ابن يوسف يا ابن كلس. يعني قصدي مولانا الخليفة اني بنافق عظمتك؟ حاشا لله. انا بس بعبر عن احترامي وتمجيدي لعظمتك. حفظك الله. طب اقعد يا يعقوب. اقعد وخلينا في المهم. بعت يا وزير جعفر الانبا برقام البطريرك علشان يحضر مجلسنا مع العلماء والادباء. ارسلت له يا مولاي، وهو عارف كويس ان مجلس مولانا بيجمع رجال الدين من كل الطوائف للمناقشة وتبادل الآراء بلا غضب أو خصام. وده طبعكم يا مولاي، بتدي الفرصة للكل يتكلم ويعبر عن رأيه بحرية كاملة من غير ما تغضب، بل بالعكس صدرك يتسع لسماع الكل وبتحترم رأي الكل حتى ولو كان مخالف لرأيكم. ايه معرفناش يا وزير جعفر، بطرك النصارى هيحضر مجلسنا ولا هيهرب زي عادته؟ اعتذر لان عندهم صلاة عشية. انت عارف يا مولاي الخليفة ان صوم الميلاد اللي بيسموه قبل عيد ميلاد المسيح هيبدأ بعد حوالي 10 ايام. الحكاية مش حكاية صلوات والصوم يا مولاي، الحقيقة ان ابن زرع راجل مغرور متكبر متعالي، وكمان بيخاف يحضر مجالسنا لا يتزنق وما يعرفش يجاري علمنا ومعرفتنا. يا يعقوب حرام عليك، بطل افترى. الراجل بقاله يجي 4 سنين مرسوم بطريرك على الكنيسة وما شفناش منه غير كل خير ومحبة. وزع كل املاكه على الفقراء والمحتاجين علشان يعيش في حياة الزهد والتقشف وهو جالس على كرسي البطريرك. بس عمره هو وكل النصارى ما هيوصلوا لدرجة علمنا وايماننا بكتبنا المقدسة. وانا وتحدى كل اتباع المسيح ان ابن زرعة يجي مجلسنا ومعاه اي حد من رجالته، وانا معايا صديقي موسى العزيز، ونتجادل في مجلسكم. يا ريت يثبتوا لمولانا الخليفة ان دينهم وكتبهم دين حق وكتب مقدسة، وان ما قدموش الحجة والدليل على صدق دينهم مولانا الخليفة يحكم عليهم. ايوه، يتركوا الدين المسيحي لبطلانه او يتركوا البلاد المصرية ويهاجروا لبلاد تانية، او الابادة بحد السيف. والله فكرة. ده انت مصيبة وداهية يا ابن كلس.
أنا نقطة في محيط علمكم الواسع يا عظمتك. يا جلال البابا الوقور الأنبا برقام ابن زرعة، أنا طلبت حضورك لمجلسنا ومعاك أحد الأساقفة لتتحاوروا مع ابن كلس، وأنا كل ثقة إن حتكون مناقشة مفيدة في جو تسود المحبة والحرية. وأنا حضرت يا مولاي ومعايا الأنبا ساويروس ابن المقفع أسقف الأشمونين. عارفه، مش ده اللي بتقوله عليه إنه بيكتب سير البطاركة وإنه قال إيه عالم كبير؟ اهلا اهلا يا سي ساويروس. يعقوب ابن كلس، انا ارفض انك تسخر بحد. اقعد اقعد واسمع وجادل وناقش بادب واحترام، فاهم؟ حاضر يا مولاي. احترام يا ابن كلس. حاضر. اتفضل يا جناب البابا الوقور، ابدا مناظرتك ليعقوب ابن كلس وصديقه موسى، او امنح رفيقك الانبا ساويروس ابن المقفع الكلام. اتفضل يا انبا ساويروس، ربنا يباركك ويمنحك الحكمة الإلهية. اسمح لي يا جناب الخليفة، مش من اللائق اني اتحدث مع يهودي في حضرة الخليفة. ايه ده؟ ايه ده؟ دي اهانة. انا احتج يا مولاي، ساويروس بيتهمنا كشعب يهودي بالجهل. ما تغضبش، انا مستعد اقدم الدليل على جهلك. ما تغضبش يا موسى ولا انت يا يعقوب، الحرية مكفولة لكل واحد يعبر عن عقيدته ويقدم رأيه ودليله. اقعدوا. اتفضل يا أبا ساويروس، قدم دليلك. مش انا اللي استنتجت جهلهم يا مولاي الخليفة، لكن نبي عظيم نال كرامة من الله هو الشاهد عليهم. نبي عظيم؟ مين هو النبي ده؟ أشعياء النبي، اللي قال عنكم الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. ده كلام أشعياء النبي يا موسى؟ سكت ليه؟ ما تتكلم يا يعقوب يا ابن كلس، سكت ليه؟ أيوة يا مولانا الخليفة، ده كلام نبينا أشعياء. ادي نبي عظيم من انبيائكم اعلن ان الحيوانات بتفهم احسن منكم. قول الآية اللي قلت لك عليها يا يعقوب. جي وقتها دلوقتي؟ جي وقتها. اسمح لي يا مولاي، مولاي الخليفة، جه دوري في الكلام. اتفضل يا يعقوب، هتقول ايه؟ ايوه هقول، في آية في انجيلهم، انجيل متى، اهي اسمح لي اقراها حضرتك. اهي اسمع يا مولاي، اسمعوا يا حضرات الجالسين في هذا المجلس، المسيح بيقول لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. صح؟ طبعا يا ابن كلس. احنا بقى عاوزينكم تثبتوا لنا ان ايمانكم صح. أيوة. ودينكم وانجيلكم دين حق. ايوه يا مولاي، يثبتوا لنا صحة كلام انجيلهم، وان ما قدروش وجب عليهم العقاب لبطلان دينهم. وده يتم ازاي يا ابن كلس؟ ايوه، وتتم ازاي يا مولاي؟ مولانا الخليفة، الجبل الجاسم على شرق المدينة الجديدة اللي مولانا المعز بناها، اللي هي مدينة القاهرة، لو كان كلام الانجيل صحيح فتكون فرصة ذهبية نزحزح بيها الجبل عشان نوسع المدينة ونزيد عمرانها ويصبح موقعها أروع. إذا كان النصارى بإيمانهم اللي قال عنه المسيح صحيح، ينقلوا الجبل من مكانه. أيوة، والبقدروس يبقى دينهم وعقيدتهم باطلة، إما يتركوها أو يرحلوا.
الغلو عن البلاد او الاباده. الاباده بحد السيف. كلام معقول. قلت ايه يا مبابرقان؟ نفذوا كلام انجيلكم او هاصدر امري بتنفيذ كل اللي قال عليه يعقوب ابن كنس. قلت ايه؟ اديني مهلة 3 ايام ورب الخير يصنع الخير ويحمي كنيسته في وقت مقبول. سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. أيوة يا حبيبي، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس إصحاح 6، هو ذا الآن يوم خلاص. الشيطان ابن كلس وضع الكنيسة في امتحان صعب، وهو يجهل ان رب الكنيسة المنتصرة هو منقذها من كل الاخطار والصعوبات والضيقات اللي بتواجهها، معلنة انتصارها على كل اعدائها في كل زمان وفي كل مكان، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في اتعاب، في اسهار، في اصوام. ورجع قداسة البابا الانبا ابراهام ابن زرعة، رجع لدار البطريركية اللي كانت وقتها موجودة بكنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة، رجع حزين مهموم مرتبك الفكر. لكن كل الهموم اللي ملت نفس الانبا ابراهام ما افقدتوش ايمانه برب الكنيسة المنتصرة. كان بيؤمن ان هناك طريق للخلاص سيصنعه الرب. يا ساقفة الكنيسة الاحبار الاجلاء، يا كهنة واراخنة ورهبان كنايس مصر، انا حكيت لكم كل اللي حصل. يعقوب ابن يوسف ابن كلس اقنع الخليفة بتدابيره الجهنمية، عشان كده كل شعب المسيح عليه انه يصوم ويصلي، يرفع قلبه للاله القدوس طول ال3 ايام المهلة اللي طلبتهم من الخليفة، ليترأف الله علينا بنعمه ويهيئ لنا طريق النجاة، وعمر اولاد المسيح المؤمنين ما يخاف. الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب حصن حياتي ممن ارتعي، عندما اقترب الي الاشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي واعدائي عثروا وسقطوا، ان نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ان قامت علي حرب. دعوت الرب في حزني فاستجاب لي، صرخت عند ضيقتي فسمعني، في بطن الهاوية وضعني الموت وأنت تخلصني. حبسني المتغلب بشرور ومن يده تنقذني. يا رب، يا رب ضعفي وخطيتي، أتقدم أمام اسمك القدوس وأطلب إليك يا صالح خلاصي، مد إيدك عاون شعبك عشان يتخطى المهنة. يا رب بقلب الضعيف برفع صلاتي بصوت الواهن الضعيف، إن كان عدو الخير أراد شعب الكنيسة الشر، فأنت قادر يا رب أن تنصر المؤمنين على أشرار الظلام. يا رب ساعد أبويا البطريرك أنبا أبراهام أن يقود شعبك للنصرة والسلام. يا ملك السلام، يا ملك السلام، أعطنا سلامك، لأن كل شيء أعطيتنا نلجأ إليك يا الله، يا مخلصنا
لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي ندعوه. احيي انفسنا يا رب بروحك القدوس. قم أيها الرب الإله، وليتفرق جميع أعدائك، وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. قم أيها الرب الإله، قم قم وليتفرق جميع أعدائك. أم ببرقام، أم ببرقام، مجد الله في العالي، مجدا واكراما وسجودا للثالوث المقدس، امي للبتول والده الاله. مالك؟ ما انت عارفه يا سيده السمائيين والارضيين. عارفه ماكينه ابليس، لكن ايمانك وايمان ابناء الكنيسه هيكون لهم النصره. ما تخافش يا ام ابراهام، ما تخافش ايها الراعي الامين. دموعك اللي سكبتها في كنيستي المعلقة مع الأصوام والصلوات اللي قدمتها انت وشعبك مش هتتنسي. قوم دلوقتي واخرج من باب الدرب الحديدي اللي بيوصل للسوق، وعند خروجك منه هتلاقي قدامك انسان بعين واحدة شايل قربة مية، وهو هينشدك اللي هتعمله. سلام رب السلام يسوع المسيح يكون معاك ومع شعبك يا أم ابراهام. سلام. تعال يا حبيبي، تعال يا ابني، اقعد معايا هنا في صحن كنيسة العذراء أم النور، أنا وأنت لوحدنا قدام مذبح الله المقدس بالكنيسة المعلقة. بس أنا عبد خاطي يا خبزة البابا. يا سمعان، أنا حكيت لك كل اللي قالته لي والدة الإله في الرؤية اللي حلمت بيها. انت نفس الشخص في نفس المكان بنفس المواصفات اللي حددتها العناية الإلهية عن طريق سيدة السمائيين والأرضيين. قربة المية، وسامحني، العين الواحدة. انت الاختيار الإلهي اللي حتم على أبيه المعجزة. أرجوك أرجوك للمرة الخامسة قل لي انت مين وحكايتك ايه. أنا أخطى الخطاة يا سيد، أخطى الخطاة، لكن مدام أم النور هي اللي حكمت علي إني أدي الواجب العظيم ده، أنا حط نفسي تحت خدمتك يا سيدنا. أنت سيدنا بركة الكنيسة، إنما أنا إيه؟ ده أنا حتة إنسان ضعيف بشتغل في دماغة الجلود. هقوم كل يوم بدري قبل شغلي، بملأ قربتي بالمية وأوزعها على كل الشيوخ والمرضى. أكلي أكلي أقل من القليل، وليلي كله بقضي في الصلاة. خطيتي كبيرة، أنا سمعان الخلاص، خطيتي كبيرة، لأن العين دي، العين اللي قدامك ده، العبد الخاطئ صاحبها في يوم من الأيام يا سيد. المجد لاسم الله. شايف يا سمعان؟ شايف النور الإلهي؟ شايف النور اللي طالع من صورة العذراء مريم وطفلها الفادي يسوع المسيح؟ نور إلهي عظيم. مجد لك يا ربي، المجد لاسمك يا خالقي ومخلصي، المجد لله في الأعالي. أسجد وانحني أمام اسمك القدوس. أبشرك أيها البطريرك القديس، تقدر تروح وتقابل الخليفة ومعاك سمعان، وسمعان هيقولك ازاي هيتنقل الجبل بنعمة الله. آمين. يا ابونا يا قدسة البابا، أرجوك تكتب حقيقة أمري طول أيام غربتي على الأرض. أرجوك يا سيدنا، أرجوك. أوعدك يا قديس سمعان، هتسعى بالجبل يا ابونا المكرم، وهتاخد مع قدستك رجال الدين والشمامسة والأرخنة وكل شعب المسيح، والكل يشيل الأناجيل والصلبان، ويشيلوا الشموع الطويلة والمباخر، تكون مليانة بالبخور. واطلب من الخليفة
انهم يطلعوا معاكم الجبل، وانا الضعف هكون وراك. احنا نقف على ناحيه وهم يقفوا على الناحيه التانيه من الجبل، وبعد ما قدستك تقدم الاسرار المقدسه، ترفع صوتك مع الجميع مرددين كرياليسون 400 مرة، وبعد كده تسكت يا قدست البابا للحظات، وتسكت انت والكهنة قدام الله 3 مرات، وفي كل مرة تقف فيها بعد السجود ترشم الجبل بعلامة الصليب، وهتشوف مجد الله. المهم ترفع صوت قدستك والجميع من خلفك يرددوا 400 مرة: كريالايسون 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 كريالايسون. شايف؟ شايف خيابتهم يا موسى؟ عبالين النصارى يقولوا كده يا لايس والجبل ولا تهز. انا فرحان فرحان جدا. شايف؟ شايف الخليفه واقف فوق الوزراء بيرمي ازاي؟ رقاب النصارى حطير النهارده. هم سكتوا ليه؟ خلصوا كرياليسون والجبل ثابت زي ما هو. ودلوقتي بعد ما صلينا كرياليسون 400 مرة هعمل ايه؟ ترفع صوتك مع الجميع مرددين كرياليسون 400 مرة، وبعد كده تسكت يا قداسة البابا اللحظات، وتسكت انت والكهنة قدام الله 3 مرات. أسجد أمام ربي وإلهي يسوع المسيح، وأرسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد، آمين. أسجد أمام ربي وإلهي يسوع المسيح، وأرسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد، آمين. أسجد أمام ربي وإلهي يسوع المسيح، وارسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد، آمين. ايه ده؟ مش معقول، مش معقول، مش معقول، مش معقول، مش ممكن. دين النصارى انتصر، وكسب معجزة. الجبل بيتحرك، بينزل وبيطلع، ومع كل طلوع الجبل اللي فوق بتبان الشمس من تحت. بيتحرك بيتحرك، بمعجزة معجزة. عظيم هو الله تبارك في علاه. يا قداسة البابا، اثبتتم ان ايمانكم هو ايمان حقيقي. ارجوك يا قداسة البابا، كفاية تحريك الجبل لحسن حيالي بالمدينة. كفاية كفاية ارجوك. يا سمعان يا سمعان يا سمعان، هو سمعان فين؟ سمعان راح فين يا أبا الكهنة؟ القديس اللي كان واقف ورايا راح فين؟ القديس أبو عين واحدة كان واقف ورا قداستك لحد ما ابتدى الجبل يتحرك وحصلت المعجزة، لا إله اختفى، ومحدش عارف اختفى ازاي وراح فين. المجد لاسمك القدوس يا رب، المجد لاسمك القدوس يا رب. يا قداسة البابا، يا أنبا برقاب، دلوقت لك أن تطلب ما تشاء أنفذه لك في الحال. ما طلبش غير أن الله يطيل في حياتك ويمنحك النصر على أعدائك. لازم يا قداسة البابا، أنا مصر، أطلب ما تشاء. أنا نفسي يا مولاي الخليفة أن أعيد بناء كنيسة القديس مركوريوس أبو سيفين ببابليون، لأن بعض السوق هدموها
واستعملوا الباقي منها مخزن قصب. وكمان نفسي ارمم جدران كنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة. كل اوامرك مجابة، وحأمر ان تصرف كل النفقات اللازمة من خزانة الدولة. انا اخد من جناب الخليفة مرسوم البناء والترميم، واللي حنبنيله الكنيسة قادر انه يساعدنا لحد ما نتممها، وهو غير محتاج لمال العالم. لك كل ما تريد. ها يا ترى في طلبات تانية؟ نفسي بايه، نفسي. هو مين وانا جابولك حالا؟ ها تجيبولي؟ يا ريت يا جناب الخليفة، يا ريت. وان ملقتوش النهاردة كل شعب المسيح هيعرفه ويذكره ويتبارك باسمه. كل شعب المسيح النهاردة وبكرة وفي كل مكان هيذكروه بكل الخير ويطلبوا شفاعته. طبعا كل شعب المسيح هيذكر القديس العظيم سمعان الخراز بكل الخير، لأنه وعلى يديه تمجد رب المجد وصنع أكبر معجزة على الأرض، وهي نقل جبل المقطم. دايما حنذكر القديس بكل الخير ونطلب شفاعته، وتمر السنوات العامرة بالإيمان والمعجزات إلى أن جاء يوم اكتشاف رفاة القديس سمعان الخراز. ففي مطلع عام 1989 ميلادية رتبت العناية الإلهية أحد الخدام المهتمين بالبحث والذي يهتم بالبحث عن رفاة القديسين والشهداء المدفونين بمصر القديمة أن يبحث عن مكان دفن القديس سمعان الخراز. وكان من أروع النتائج التي أرشدته إليها معونة الرب هي أن القديس العظيم في الإيمان سمعان الخراز مدفون في مدافن تسمى الحبش بمصر القديمة. وكان من أهم المراجع التي اعتمد عليها هذا الخادم في بحثه سنكساريوم 19 أبيب نياحة الأنبا يؤنس العاشر البابا 85. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1085 للشهداء 12 يوليو 1369 للميلاد تنيح البابا يؤنس العاشر ودفن بمصر القديمة بجوار سمعان الخراز. وفي كتاب تاريخ البطاركة للأنبا يساب أن البابا يؤنس العاشر تنيح ودفن بمدافن الحبش بجوار قبر الخراز. وكذلك أيضا تنيح البابا غبريال سنة 1094 للشهداء 1378 للميلاد ودفن بالحبش بجوار الخراز كما ذكر السنكسار. فكانت النتيجة الهامة لهذا البحث أن القديس سمعان الخراز مدفون بمصر القديمة بمدافن الحبش بجوار اثنين من الأباء البطاركة القديسين، بركة صلواتهم تكون معنا آمين. ومدافن الحبش بمصر القديمة بجوار كنيسة السيدة العذراء ببابليون الدرج هي نفس المكان الذي تم فيه اكتشاف رفاة أكثر من 13 قديسا من بينهم أباء بطاركة وأنبوبة بها رأس طفل شهيد وجسد القديس سمعان الخراز. هذا وقد سلمت نسخة من هذا البحث إلى قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، شمل تقريرا كاملا عن كيفية اكتشاف وتحديد شخصية صاحب هذا الجسد والملابسات والرؤى والظهورات التي صاحبت ذلك. وقد قام قداسته حفظه الرب بدراسة متأنية للبحث، ثم أعلن قداسته اعتماده واعتماد أن هذا الجسد هو
هو للقديس سمعان الخراس ناقل جبل المقطم، وقد أعلن ذلك خلال اجتماع قدسته بالآباء كهنة القاهرة يوم الثلاثاء المبارك الموافق 7 يوليو عام 1992. ثم أمر قداسة البابا بتوزيع الجسد ليكون على 3 كنائس فقط، هي كنيسة السيدة العذراء ببابليون الدرك، كنيسة السيدة العذراء المعلقة، كنيسة القديس سمعان الخراز بالمقطم. وعن معجزة نقل الجبل، جسد قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث كل هذه المعاني في قصيدته إلى الكنيسة، نقتطف منها بعض الأبيات. إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك، فاطمئني واستريحي، إنما المصلوب معك، اسألي عهد المعز فهو بالخبرة يعلم، اسأليه كيف بالإيمان حركت المقطم، جبل قد هز منك وإذا شئت تحطم. أيها الناس رويدا قلب التاريخ تفهم، بركة صلوات هذا القديس العظيم سمعان الخراز تكون معنا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطوباوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث. ولربنا كل مجد وإكرام وسجود الآن وكل أوان.